السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم على قناتكم اجونس اولي المرسيل. اليوم جيناكم فيديو جديد اللي ان شاء الله غادي يكون فيه الاجابه على الاسئله ديالكم اللي جاتنا في الفيديو الاخير على حساب الشقق ديال 23 مليون. فاذا كنتي فايت لك صيفط لنا شي سؤال فما عليك غير تبقى تبع هذا الفيديو حتى الاخر فيمكن نكونوا جاوبنا عليه. اذا ما جاوبناش على السؤال ديالك فما عليك تخلي لنا في الاسفل هذا الفيديو، ان شاء الله الفيديو الجاي اللي غادي يكون فيه اجوبه على الاسئله ديالكم غادي يكونوا انطلاقا من هذا الفيديو هذا، وغادي نجاوبوا طبعا على الاسئله كاملين. فما عليك تخلي لنا السؤال ديالك في صندوق الوصف اولا بالنسبه للواتساب اولا في التعاليق اللي كاينه اسفل الفيديو. قبل ما نبداو هذا الفيديو نخليكم مع الوصله الاشاريه. وفرات عليكم الوقت والمجهود عن طريق قناة أجونس لين مارتيل اللي كتقدروا تشوفوا من خلالها مجموعة من العروض ديال البيع وحتى ديال الكراء بطريقة احترافية، وأيضا يمكن حتى انتم تعرضوا شقق ديالكم. اشنو كتسناو؟ دخلوا لأجونس لين مارتيل وراسلونا على الرقم اللي موجود في جميع الفيديوهات اللي هو 06-09-93-81-20. هذا الرقم كيتوفر على حساب الواتساب. رجعنا لكم من جديد. اول حاجه كنبغي نشكر كاع الناس اللي كيصيفطوا لنا رسائل لا بالنسبه للواتساب لا بالنسبه للقناه ديالنا، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم ودائما كنحاولوا نقلبوا لكم على العروض اللي تنال الاعجاب ديالكم. اولا كما كتشوفوا هذا السؤال هذا اللي جانا من ابداعات وافكار ايلي كتسول: السلام عليكم، واش هاد الشقق بجوج بنفس الثمن 23 مليون؟ عجبتني الثانيه، ممكن تزيد تورينا اكثر وتعطينا معلومات على التنازل وبشحال كتقام في الاخير باش نعرفوا حسابنا؟ اول حاجه بالنسبه للسؤال ديال ابداعات وافكار هو جا انطلاقا من الفيديو اللي ضفناه قبل، حيت كنا درنا الفيديو اللي شرحنا المسائل كامله ودرنا واحد البارتي الاخرانيه درنا فيها الفيديو اللي غادي يكون الفيديو الجاي بحكم بعض الاشغال اللي كانوا عندنا ما قدرناش نحطوها البارح، وان شاء الله نقدر نحطوها اليوم او لا غدا. بالنسبه للشقق الثانيه كيف ما قلتي ابداعات وافكار نورمالمون بالنسبه للثمن راه بجوج بهم نفس الثمن، يعني بجوج بهم 23 مليون. القضيه اللي قلتي ديال التنازل شحال نورمالمون ترونسفير او التنازل لي فري ديالو هو 1,200,000، وطبعا كاين المصاريف ديال السانديك اللي هي 4000 درهم كتخلصي عامين في التسبيق، يعني كل عام كتخلصي 2000 درهم 2000 درهم، ولكن هما كيحسبوها لك في الاول، يعني في الاول نورمالمون كتخلص 4000 وكيحسبوا لك عامين كتسبق. ندوزو للسؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه ديال ما عرفتش السميه صراحه النطقه كتقول: انا شاريه فضاء السعاده في السخيرات ولكن باقي ما كملوش في البناء ومكمل الفلوس كاش في البخمياخ، المهم انا شي بلاصه واقيله اللي كاينه في الصخيرات، واش يمكن نبدل المرتيل بنفس الايطاج في الواجدين؟ واش عندكم شقق متوفرين؟ اول حاجه كنبغي نقول لك السيد اللي صيفط لنا هذا التعليق هذا، اول حاجه خصك تشوف لاجونس اللي خديتي معنده في الصخيرات. هذه القضيه هذه ديال تبدل ايه راه كاينه، ولكن كاين اشكال واحد هو القضيه ديال اللي قلتي نفس الطابق، يعني نفس الطابق ما كايناش شي حاجه مضمونه. حاليا مازال عندهم لي زوخانيه فضاء السعاده في مرتيل، والقضيه ديال يعني الترونسفير نتا الترونسفير من تما لهنا هذه القضيه راه كاينه، فايت وقعت لنا شي كليان كان عندنا يعني بغى يحول لابارتمون ديالو، فما عليك غير تواصل مع الاداره ديال فضاء السعاده اللي عندكم تما في الصخيرات وان شاء الله هي تودك بالمعلومات اللي هما مهمين. القضيه ديال البروميير اولا الدوزيام ما نكذبش عليك يعني نتا وزهرك تش حاليا كما كتعرفوا الاغلبيه ديال الناس كيختاروا البروميير والدوزيام بعكس ريت شوسي والتروازيام راه كيكونوا مازالين ديسبونيبل على حسب الفصاله ديالهم. طبعا ندوزو السؤال اللي وراه.
ديجا انا من احمد طنجاوي. السلام عليكم، هل يمكن اعطاء فكره عن مكان او منطقه التي توجد فيها هذه الشقق؟ هل هي في اتجاه كليه اداب مثلا؟ يرجى التوضيح. حنا يا ديجا جاوبنا على السؤال ديال احمد في التعليقات، ولكن ما فيها باس انتم نشارك معكم الاجابه على هذا السؤال هذا. بالنسبه لفضاء السعاده او الشقق ديال 23 مليون اللي كنا نشرناهم قبل هذا الفيديو هذا، اللي هما كيتواجدوا طبعا فضاء السعاده، هما هي قرابين للكليه ديال الاداب، ولكن اذا بغيتي الحاجه اللي تكون قريبه لهم اكثر هي البيت العتيق. اذا كنت كتعرف البيت العتيق فهما قرب لهم اكثر من كليه الاداب. اذا كان عندك شي سؤال اخر يمكن تضيفه لنا في التعليقات ديال هذا الفيديو، اولا تصيفطوا لنا في الواتساب وان شاء الله نجاوب عليك. هذا السؤال من بشرى الغالي، الله يخليك، فين هاد الشقق بالضبط؟ هاد اختي ديال 23 جو في مرتيل ديال فضاء السعاده، الشطر الثاني، ماشي الشطر الاول، الشطر الثاني. هما فين جاو هاد الشقق ديال 23 مليون؟ ندوزو السؤال اللي وراه. سلام خويا، واش كاين شي استوديو اقل من 20 مليون؟ هاد السؤال حتى هو مهم بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على العروض في مرتيل، يعني الشقق اللي يكونوا الثمن ديالهم شويه رخاص. كنبغي نقول لكم باللي ضمام بالنسبه للمدينه ديال مرتيل راه مدينه سياحيه، كما كتعرفوا المدن السياحيه فدائما كيكون فيها واحد الثمن اللي هو طالع شويه، بحال مثلا طنجه فيها واحد الثمن اكثر من مرتيل بحكم انها مدينه سياحيه وفي نفس الوقت صناعيه، يعني فيها المصانع، داكشي علاش الثمن ديالها شويه طالع. هاد الثمن ديال 20 مليون صراحه صعيب تلقى في مرتيل شي اباطومون هاد الثمن 20 مليون، غير اذا كانت ملكيه وكانت صغيره، مثلا تقدر تكون 40 متر تقدر تلقى بهاد الثمن هذا، ولكن قلال بزاف، يعني ما كايناش شي حاجه بالتاكيد صراحه. حنايا قليل فين كيجيونا العروض بحال هذا، يعني اثمنه ناقصين. كيجيو بعض المرات العروض ديال 18 مليون 17 مليون، لكن كيكونوا كونطرا وصراحه حنايا ما كنزعموش عليهم. هادشي اللي كاين. ندوزو السؤال اللي وراه، واش التسليم في الحين؟ لولا كاكا دونك. بالنسبه للتسليم طبعا في الحين، حتى شهاد الشقق هادو راه واجدين، وبالنسبه لاي واحد يعني باغي ياخذهم فما عليك يتواصل معنا وان شاء الله تجي تشوفها باش تاكدوا. دائما حنا كنركزوا على القضيه هذه، كاع الاعلانات اللي كتشوفوهم في الانترنت حاولوا تاكدوا منهم عاد ديك الساعه تكملوا الاشراءات ديالكم، حيت بارفوا مثلا كاين الناس اللي كيوريك واحد الاعلان ولكن ملي كتجي انت تبايع وتشارك كتلقى راسك دخلتي لواحد الدار واحد اخر غير هذيك اللي في الاعلان، وهذه القضيه هذه الصراحه حشوم عليهم الناس اللي كيديروها. فدائما حاولوا اي اعلان شفتوها سوغ انترنت ماشي مشكل، دونك اي اعلان يمكن تيقوا بواحد النسبه مئويه، ولكن دائما تاكد بلي ديك الاعلان اللي شفتيه في الانترنت هو اللي نورمالمون خصو يكون في الواقع، وطبعا يعطيكم المعلومات اللي تكون صحيحه 100%. ندوزو للسؤال اللي وراه. هذا سيدي محمد كيسول، قال لك المبلغ الذي يجب اضافته للسعاده شكون يخلصه، البائع او المشتري؟ حس هذا سؤال مهم بالنسبه للناس اللي كيسولوا شكون اللي غادي يزيد هذا المبلغ هذا. اول حاجه بدا المبلغ اللي كيهضر عليه السيدي محمد هو القضيه ديال الترانسفير او التنازل. كما كتعرفوا حنا هاد القضيه ديال التنازل غادي شرحناها في الفيديو اللي قبل، ملي كتقول التنازل يعني كيكون واحد السيد خدا واحد لابارتومون وما قدرش يكمل مع الشركه وكيدير ليها الترانسفير او التنازل لواحد الشخص اخر اللي هو بدوره هو اللي كيقدر يكمل مع الشركه، او هو اللي كيكون عنده الغرض يكمل مع الشركه. هاد العمليه هادي كتسمى عنها واحد القضيه كيتسمى لي فري دو ترانسفير، يعني مصاريف ديال التنازل. هاد المصاريف ديال التنازل صراحه هما على حسب الثمن، حتى اذا كان السيد مثلا باع لك بواحد الثمن اللي هو عادي فراه نورمالمون هو اللي خصو يخلص هاد المصاريف هادو، ولكن اذا كان هو باع لك بواحد الثمن اللي هو حاني كيبقى على حسب التفاهم ديالك معاه. يعني هما بالنسبه لفضاء السعاده ديك لي فري خصهم يتخلصوا، شكون غادي يخلصهم؟ يعني انتما كما كيقولوا دبر راسك دينا والسيد، يعني هما اللي عليهم هو خصهم ديك لي فري يتخلصوا، شكون غادي يخلصهم؟ دونك التفاهم كيكون ما بينك وبينه. كما كتعرفوا بالنسبه لهذه القضيه ديال التنازل فنورمالمون التفاهم ما بينك وما بين الشخص هو اللي كيحدد شكون اللي غادي يخلص هاد لي فري ديال التنازل. فمن الاول اي واحد بغى ياخذ شي شقه ديال التنازل يسول على هذه القضيه، فهذا سؤال مهم عطاه السيدي محمد، دونك شكون اللي غادي يخلص لي فري دو ترانسفير، دونك سولوا عليها عاد زعموا على العرض ديال التنازل. ندوزو السؤال اللي وراه. عندنا هنايا السلام اخي، كاينه شي شقه على الشاطئ؟ مرحبا ابام مزيان. بالنسبه للشقه على الشاطئ خصكم تعرفوا واحد المعلومه، بالنسبه للمدن السياحيه تقريبا كامله
الثمن ديال لابارتومون كل ما قربتي للبحر كل ما كيطلع. يعني بالنسبه لكم فاللي ما عندوش اشكال يخلف واحد شويه فمن الاحسن تقلبوا على شي حاجه بعيده. وكاينين طبعا شي ناس اللي كيبغيو شي حاجه قريبه فهذا كيبقى اختيار ديالكم. غير هو كل ما قربتي للبحر كل ما تلقى الثمن طالع. بحال مثلا مرتين عندكم شغل اللي كاينين ما بين 2 دقائق 3 دقائق فالثمن ديالهم كيتراوح ما بين 9500 درهم حتى 1,300,000 1,200,000 على حسب الفصاله ديال الدار واش هي اون فاصل البحر ولا صافي. دونك نورمالمون هاد القضية ديال الشقق على الشاطئ فضربوا الحساب في الثمن كيكون طالع صراحة بزاف. وطبعا اللي عنده الغرض يشري شي حاجة على البحر فراه ما يكونش عنده إشكال بالنسبة للثمن. دونك ندوزو ولكن دائما حنا كنصحوكم دونك قلبوا على شي حاجة اللي تكون بعيدة شوية على البحر باش تكون الفينيسيون مزيانة وميم طون تكون واسعة والثمن حتى هو يكون مناسب. ندوزو للسؤال اللي وراه. السلام، هذا السؤال جانا من ريان قيس. سلام، واش قريب شويه لا بلاج؟ ميرسي بوكو اي بون كوراج. بالنسبه للسؤال ديال ريان قيس، بالنسبه لهاد لي زابارتمون هادو تقريبا 21-25 دقيقه على رجلك، وبالنسبه للطوموبيل واحد 7 دقائق بالطوموبيل. ديجا صورنا لونتوراج وصورنا حتى الطريق ما بين لي زابارتمون حتى البحر. فمعلي الناس اللي باغيين يشوفوا هاد الفيديو ما عليكم غير تواصلوا معنا وان شاء الله نصيفطوا لكم وتشوفوا لونتوراج او ميم طون حتى الطريق من الدار حتى البحر. بالنسبه لهاد الشوق ديال 23 مليون. ندوزو للسؤال اللي وراه. السؤال جانا من سميره لوساسو، كتسول اخي السلام ورينا من فضلك شي طبقه في شي دار حدا البحر اذا جات على خاطرك، شكرا. بالنسبه لاخت سميره، حنايا ديجا مصورين دي زابارتمون على البحر دونك ما عليك غير تواصل معنا في الواتساب وان شاء الله نصيفطوا لك اللين ديال لا فيديو وتشوفيهم. هادشي اللي كاين. دونك ندوزو للسؤال اللي وراه. السلام عليكم، عندي منزل مستقل فيه جوج سكنات السفلي والفوقي، محفظه، مساحه 120 متر، بامكانيه تزيدوا فيه الطابقين، موقع جا مجرح طويلة قريبة من شارع جيس الملكي، ثمن مناسب. أول حاجة مرحبا بك أخي محمد. كنبغيو هنايا نوجه واحد الرسالة لكاع الناس اللي كيبغيو يشاركوا معنا الشقق ديالهم. أول حاجة خصكم تعرفوا بلي أجونس أولين مرتيل هي واحد لاجونس أو لوكالة إعلانية، يعني كنديرو حنايا الإشهار للناس. غير هو الطريقة ديال الإشهار دونك ماشي دو نامبورت كيل، يعني ماشي أي واحد جا عندنا كنديرو الإشهار. فحنايا عندنا بعض الشروط اللي كنطبقوهم على أي شخص نورمالمون اللي باغي يدير الإشهار عندنا. هادشي طبعا حفاظا على لي كليون اللي عندنا في الصفحة ديالنا في الفيسبوك وحتى في القناة ديالنا اللي هي أجونس أولين مرتيل. دونك الطريقه باش ديروا عندنا العرض، ما عليكم غير تواصلوا معنا في الواتساب. اول حاجه طبعا كنسقسيوكم على المعلومات ديال هاد الدار. ثاني حاجه كنصيفطوا لنا لي فوتو ديالها دونك باش تاكدوا بلي هاد الدار نورمالمون كيفاش دايره. دونك ما يمكنش حنايا نبارطاجيو شي حاجه اللي مثلا لا علاقه، دونك ضروري نتاكدوا من الدار الفصاله ديالها كيفاش دايره، واش هي دار مزيانه، لونتوراج ديالها، واهم حاجه هي الدار تصور بالفيديو. كما كتعرفوا فكاين شحال من واحد دونك يجيب معلومات عين من الانترنت ويبارطاجيهم معاك وانتم عارفين النصابه. دونك راه ما يمكنش حنايا واحد يصيفط لنا غير تصاور ونقبلو ونشروه عندنا، لا نورمالمون خصنا يصيفط لنا تصاور ويصيفط لنا حتى لا فيديو عاد ديك الساعه نقدروا لونسيوها عندنا. وطبعا هذا الشيء راه كيترتب عليه بعض المصاريف، فما عليكم غير تواصلوا معنا في الرقم اللي هو 0609-93-81-20 وان شاء الله نتفاهموا ونوصلوا لكم الاعلان ديالكم. وطبعا حنا عندنا جوج ديال الاختيارات بالنسبه للاعلان. بالنسبه للناس اللي قراب يعني تطوان، مرسيل، مدياق، الفنيدق، فحنا يمكن ديبلاصاو عندهم ونصوروا لكم الاعلان ديالكم بالطريقه ديالنا اللي طبعا احترافيه، اولا كنتعاملوا معكم بالنسبه لكم الناس اللي بعاد، يعني نتوما كتصوروا وحنا كنديروا لكم المونتاج وكنلونسيو لكم بالنمره ديال التليفون ديالكم. يعني الناس اللي بعاد فحنا ما يمكنش نتكلفوا لكم بالعروض ديالكم، فانتوما كتكلفوا بالعروض ديالكم، حنا فقط كنشروها عندنا في لاباج وفي القناه ديالنا اجونس اولين مرتيل. فبالنسبه للناس اللي بغاو يعرضوا العروض ديالهم عندنا فمرحبا بكم في الرقم اللي هو دائما ديسپونبل اللي هو 0609-93-81-20.